تشوفي هكا الله. البنج لاباس عليك؟ الحمد لله بخير. شويه بخير. بحال قلت شي بخير زائد شويه. فاصل ونواصل. دابا الكونسيبت هي هذا البرنامج واخا غيصور قبل رمضان غيدوز في رمضان. عرفت فهمت اصاحبي صافي، ولكن غنقول لراسنا راه كنصوروا في رمضان. فوالا سي بون 3 2 1 اي سير بنج برك عواشرك. الله يبارك فيك علينا وعليك. دابا كتشوف بانه مات لك الحوت. نمشي للدار نطل في الكواريوم ونقول لك اش واقع. المشكل اللي عندك مع مورو شناهو؟ كان واحد سوء تفاهم عبر الانترنت وسهله. فاصل ونواصل. واش ما عجبوكش الاسئله؟ لا مش مزيانين اصاحبي. علاش ما عجبوش؟ لا حيت حسيت ما ارتاحش. لا واتاك هضر كيف ما بغيتي، خلي الحلقه غاده. يلا 3 2 1 اي ندوزو لفقره الجمهور ونسولو سي البنج بعض الاسئله او الاراء. شكون عنده شي سؤال للرابور البنج؟ تفضلي. انا مولوعه بفن الراب وكيعجبني بزاف الراب. بالحق ملي كنصنت الاغاني كنحس بهم بحال سواقيين شي شويه. واش زعما انت يعني كديرها عمدا ولا كيصدقوا هكاك؟ اش من اغاني سواقيين كتهضري عليهم؟ عطيني شي اغنيه جاتك سواقيه من الاغاني ديالي. واخا تقول لك سواقيه انت جاوب بطريقه. لا ما شوف، كاين واحد الطريقه ديال السؤال كيكون على كيتبنى على الجواب، فهمتيني؟ شكون اللي عنده شي سؤال اخر سي البنج؟ تفضل. انا السؤال اللي عندي هو كيفاش وصلتي زعما لهاد الشهره هادي وهاد المجد اللي انت دابا حاس به بلا موهبه؟ لا ما طيحش الفنان، ما طيحش. واش الطريقه اللي كتهضر بها انت كتناسب شخص كيهضر مع فنان؟ فين هو الفنان؟ فين هو الفنان؟ جاوبني على السؤال. الفنان ديالنا هو مراد العشابي. ما كنسولش دابا مراد. مراد راه تبارك الله عليه. انا السؤال لك انت زعما باش كتحس؟ سي بون عافاك، فقره ديال الجمهور سالات. سي بون هاد المره ملي بغي يسول شي واحد بشي طريقه خصو يحترم المقام اللي هو فيه، سينو كتبدا تفاقم الاوضاع. وانت راك عارف ملي كتفاقم الاوضاع. واخا سي البنج كاين تعاليق في مواقع التواصل الاجتماعي. أيه. كيتعلقوا، حنا جينا الناس اللي كيعلقوا باش يسولوك. لا انت عطيتي الفرصه لواحد الناس اللي كاينين في التعاليق الاجتماعيه يكونوا في الواقع، وعطيتي ودخلتيهم في واحد الكادر اللي كيفاش غنشرح لك. كوب كوب عفاك، ما قلتي والو، كتبان ضعيف قدام الجمهور. حلف بالله. طلعينا عليك الجمهور. لا لا ما مطلعيناش الجمهور. دخل شوف قرا الكومونتيرات. وتا هذا الجمهور ديالك اللي عزلتيه. ما كتعرف راسك كتغني. هادو راه شي مهم ديسلايك. هاد الناس هادو شديتي الناس اللي دايره ديسلايك هزيتيها. فاصل ونواصل. نصورو. صور. 3 2 1 اي ما كتشوفش سي البنج انك اساتي للراب المغربي؟ انت صوره غير مشرفه للراب. لا لا على التخربيق. شنو هذا برنامج ولا ما فهمتش؟ واش ما عجبكش الحال؟ ما دون المستوى باش نجيك من الاخر. ياك ما صدقتي راسك راك فنان، راك خدام بلوطوتين. فنانه كبار كتصنت لهم انت وكل شيء كيديروا لوطوتين. انا انت دابا تغني قدام الناس مباشره. تحديتيني نغني كذا. ما بغيتش نغني قدام الناس مباشره. انا جبت لك لوطوتين وانت تعصب. لوطوتين؟ حيت عارف راسك ما عندكش الصوت. شو باش نقول لك انا غادي للدار؟ نتحداك دابا تغني قدام الناس. لا ما نغنيش. يلا خويا يلا نكملوا عافاك، واخا تنكملوا مع المصيبه غادي نسولوا. المصيبه مراد تحترم النفسيه ديالك. ما تدويش في هذا المصطلح ديال الزنقه. لا غنهضر بمصطلح اللي بغيت انا، حيت انا اللي جيت هنايا ندمت تجيت. حيت لك كثرتي معايا بالطريقه هذه نقدروا نوصلوا لشي حاجه ماشي هي هذيك. تقال معايا مزيان وخلينا غاديين مزيان. الله يرضي عليك. فهمتيني التبايضيق ما عندنا ما نديرو، بغيناش نخسروا الهضره كنحترموا الناس. واخا انا غنسالي معاك الطليه الكحله عافاك الله يرحمك. سالي معايا انايا ما بقي ما بديناش اصاحبي، راه ديال البدايه راه مازال مراد احترم شويه ولا غادي نخرج للعيب، وانا غنقلبوا هذا البيرو هذا وغتلقى راسك لتحت ورجلك. غنجيك من الاخر، علاش كتقلب مراد؟ خرج ليا من رون تكنيشان ونفاري. انا كنسول. سول. دابا كتسير الهضره ندخلوا الضيف. مرحبا. شكون اللي كتوقع يكون ضيف هنا؟ غيكون شي واحد بغينا نشوفه كاملين. الا قلت لك شنو الراي ديالك فاتي جمالي؟ ما كنعرفهاش شخصيا، والله يسهل عليها والله يزيدها في داك الشيء اللي كدير والله يكمل عليها بالخير. اش كدير هي؟ ما الصراحه ما عرفتش. حيت درتيها براسك ما كتعرفهاش، كلشي كيعرفها. لا انا كنعرفها، فايت شفت التصاورات ديالها داك الشيء الفيديوهات طالع. يعني واحد الانسان بيرسوناليتي بوبليك، يعني شخصيه عامه. في راسك كتغني وعندها الصوت احسن منك. مزيان الله يكمل عليها بالخير. واش ما عرفتيش؟ وعرفتها اصاحبي. علاش ما غنعرفهاش؟ علاش نكرتيها؟ ما فهمتش. كيفاش نكرتها؟ مالي مجوج بها؟ واش مسطي اصاحبي ولا مالك؟ تكون شويه منطقي اصاحبي في الاسئله ديالك. واخا يلا 3 2 1 اي ضيف او ضيفة هذه الحلقة هي الممثلة والمغنية ملكة الجمال فاتي جمالي. مرحبا بك فاتي جمالي. مرحبا بك. نقولك بلا غير ستوبي مراد نهضر معاك ستوبي. سمحوا لي سمحوا لي.
مراد واش منيتك؟ كيفاش منيتي مال؟ منيتك جايبين لي فهاد الثانيه؟ شنو مالك؟ لا 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 جيت مع الطلاوي مي ما غاديش نجي ضيفه ثانيه ديال سيدي. كيفاش ضيفه ثانيه؟ لا انا بغيت ندير ضيف مفاجاه ديال ما تعرفوش ما نقدرش. وباش نحمو الطرح شعل العوا في مراد العشابي انسحبوا فاتي جمالي وداروا راسهم كيدويو وما فاهمينش وبالعاني خلينا الميكرو شاعل في البلاطو باش كلشي يتسمع وتزيد تشعل. عفاكروتوش مكياج فاتي جمالي يلا 3 2 1 اي الضيفه المفاجاه ديال هذه الحلقه هي النجمه المتالقه فاتي جمالي. تفضلي فاتي جمالي نجمة مغربية شابة تألقت مؤخرا في مجموعة من الأعمال. مرحبا بك. شكرا. مبارك عواشرك وإن شاء الله بالصحة والعافية. يخليك. معايا الرابر المغربي البنج. انتوما في دومين واحد. شنو شنايا شنايا درج دومين؟ دومين ديال الموسيقى. لا ماشي بحال هذا السيدة كدير الموسيقى. كوب كوب عفاك كدير الموسيقى. علاش انت كدير الموسيقى؟ تريسيان أنا ما عرفتكش قدمينا نفسك. يلا قلتي لي كنعرفها السي البنت انت منافق كبير. لا غنطلعت لي مع واحد السيده كتهني احسن وجدني يطلع عليا ولا شنو تنطلع عليك اسانسور انت الله يهديك خويا ما كنعرفكش علاش كتضحك عليا انت انا ما عرفتكش لا حيت قلت الاداب لا بغيت نضحك فين هو المشكل لا صاحبي البنت والله الا عيقتي لا بصح بالله انت نعيق انا واش واش مريض ولا مالك كيفاش غنعيق اصاحبي انت جالس من الصباح انت كتدخل وتخرج عليا في الهضره شويه جيب لي هاد العيبه هادي ما فهمتش جيب العيبه كندوي على هاد النبته هادي ما دويتش عليك انت مرا كتعاطى مع مرا راه حشومه صاحبي وانا كندوي على النبته راه انا ما تعاطيتش صاحبي انا كندوي على النبته شنو واش هذا فنان ما فهمتش انا شنو النزال عندكم انا والله حتى ندمت تلاقيتكم واش من نزال واش شمريض بوكس هذا واش شمريض من نزال يكون بين الراجل والاستاذه مسكينه لا ما عرفتش انا شنو دخلك انت معاها ما فهمتش كيفاش جايبك البنج كضيف مفاجاه ما فهمتش اش غادي تخسر لي هادشي لا انا هو الضيف وهي المفاجاه المره ملي غادي تبغي تختار الضيوف ديالك عرفت تحط المستويات مع بعضياتها ما تخلطش شعبان برمضان شي مريضه ولا ما تقشي في راسك راه انت تيق في راسك لا باش نسول واش انت تيق في راسك واش انت تيق في راسك بزاف وصافي البنج الله يرحبك اصاحبي خلينا نكملوا هذه الحلقه خويا البرنامج مستضيفني فيه ما علمتينيش شكون هو الضيف ولا جيب هاد الضيفه اش غنستافدوا من الضيفه هذه وانت اش غنستافدوا منك خشير انا هو اللي مدور البرنامج باش مدوره زيف حياتي الله يرحم لك الوالدين والله الا والله الا ميعتي لي اقسم لك بالله الا كندوي تو الحلقه ديالك مزيانه هذه القضيه هذه وسير تو الحلقه وفهمتيني اللي وراك هذه الحلقه باش ديرها بحال ماك مراد ما عندكش حق تهضر معايا انت عندك حق تهضر معايا بحال هكا كبير هذا اجمع راسك اجمع راسك فهمتيني ما عندنا ما نديرو بهاد العباد صافي سالينا ساره ديال ضيفنا حنايا في برنامجنا غادي يكون حاصل مراد ما عندكش الحق تهضر معايا انت عندك الحق تهضر معايا بحال هكا بيرو هذا اجمع راسك اجمع راسك فهمتيني ما عندنا ما نديرو بهاد العيب هذا صافي سالينا ساره ديال بيرو عطيني التليفون ديالي خليني نخرج بحال هادشي من هاد البلاطو هذا علاش كضرب بلاطو علاش كضرب بلاطو مراد لا علاش كضرب بلاطو مراد لا علاش كضرب بلاطو علاش هرس بلاطو انا مقبله وانا مبرد معاك هادشي علاش كان صحابك كضحك لا ولكن علاش 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 هرسي البلاطو دابا محشومه علاش هرسنا البلاطو دابا انت ملي غنتحضر هاد المره نهز تليفوني وغتحبسني قبل منا اتصل بشي واحد كتعرفو في ليرجونس صافي حيط طفي قول لي فين غادي فين خطيح في المصيده باين عطيني تليفوني خليني ندور واش جيتي تلاج مع مراه عطيني تليفون علاش كتدفع اصاحبي ريح امور علاش كتدفع علاش كتدفع علاش كتدفع اصاحبي علاش كتدفع ريح امور ريح اصاحبي صافي ريح نمشي بقاي بعيده بميترون صحيدي فحال ما تضربش كورونا مسافه الامان حيدي فحال هكا مراد اخر مره تعيط لي بحال هكا البنج اجي البنج تطلع من الناس البنج طلق مني راه شي صالي يطلع الضيف ديالنا تعصب بزاف وحلف لكمل البرنامج كان خاص ضروري مراد يقول لي بلي شارك معنا في برنامج طلعات وبلي